مرحبا، السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا جماعه. احبكم احبكم. هاي نسيتها. اوكي يا جماعه، اليوم الفيديو غير كل شيء. فيديو سويته، فيديو غريب، فيديو اول فيديو هيك بسوي بالقناه، ما بعرف شلون بدي اقول لكم اياه. المهم ما راح اقول لكم هديه سياره لاخوي، لا يعني تقريبا هي هديه سياره لاخوي، بس شو اخوي محمد ما عنده علم. طبعا ما في شيء لالي او لاخوي، دائما اي شيء لانه بيكون في النص بيني وبين اخوي. فمشان هيك ربي يسعدكم، اليوم جبت سياره انا واخوي محمد ما عنده علم ابدا. اليوم قلنا انا وعثمان الصبح واشترينا سياره. هلا باخذكم لقطه لها وبتشوفوها. المهم يا جماعه، فراح اروح اشوف رده فعل اخوي محمد. اخوي محمد ما عنده علم ابدا بهي القصه كلها. راح اروح لعند اخوي محمد ونقول له تفضل انه سيارتك. بسم الله ردة فعله. راح اخذ لكم لقطه بالسياره. كثير متحمس للفيديو، ما بعرف ردة فعل اخوي محمد كيف، بس ما بقى يعني بنفس الوقت متحمس له كثير. راح اخذ لكم لقطه بالسياره، شوفوها ومنكمل. مثل ما شفتوا يا جماعه، ربي يسعدكم، هي هي السياره. هلا منتقلين لعند اخوي حمود، لعند اخوي محمد، انا بقول له حموده. فالمهم منتقلين لعند اخوي محمد. ما بعرف انا ردت فعله ابدا، بس متحمس كثير وما بعرف ايش بدي احكي. المهم خلينا ننطلق ونشوف بعيننا شو بده يصير. ربي يسعدكم، خليكم معنا. جماعه ربي يسعدكم، انا وعدت اخوي محمد جنب اول ورشه اشتغلنا فيها في تركيا، اول معمل اشتغلنا فيه في تركيا. وعدت اخوي محمد، طبعا هو هون جنب بيتي، قريب كثير على بيتي. فوعدت اخوي محمد وقلت له تعال نزيل. قال لي شوفي، قلت له ما في شيء نزيل. ربي يسعدكم، هلا ما بعرف، هلا عثمان هو راح يصور، بس يجي اخوي محمد راح اشوف رده فعله. انا كثير متحمس وبنفس الوقت هيك مشتاق اشوف رده فعله. وكتبوا له كلياتكم ان شاء الله الف مبروك بالكومنت. ربي يسعدكم يا جماعه، انتظاروا لاخوي محمد. ايه مشتاق لك، عارف ذكرى عندي. امشي ايوه هيك. مرحبا، كيف حالك؟ من هالبوسه ايش هتصوروا؟ والله ان شاء الله انا شفتها تقيلة انه عم بندور، وبقول له تفضل هدية على السيارة. والله ما والله عمل عظيم. هدية شرفك، هدية شرفك، اقسم بالله. شلون؟ مش بس دفتر، مش المغزى من القصة. هي والله هي
مقلب. لا وقمر مقلب. قسم بالله ما مقلب. ورحمة بابا ما مقلب. فرجيني طيب هذا. رخصة رخصة. ستة. لا يصدق. شرفك اشتراها؟ شرفك اشتراها ايه؟ ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله الف الف مبروك. يا جماعه اول شغله استقصدتها هديه قدام الورشه اللي كنا نشتغل فيها اول ما جينا على تركيا. اقتنعت انت؟ لسه ما مقتنع بس مالي مقتنع يعني انه اوكي رخصه اوكي بس اشوف البلاكي بس شوي والله هي شوفها لحد الان ما مستمع بعقله لحد الان افكر فيها. هلا شوفوا كبوا المزاح تاعي بس خلي تعدي السياره اوكي كبوا المزاح السياره فضربي حتى انا وانا عم بهديه ما بعرف حسيت بشعور غريب شعور غبي احيانا ما بعرف ليه طاب خد الحمد لله رب العالمين ان شاء الله تشوف اول شيء خير يا حبيب قلبي حبيبنا عثمان طبعا عثمان يعطيك الف عافيه يعني الله يعافيك روحك عثمان كان ساعدني من الاول للاخير الحمد لله رب العالمين يا جماعه اول شغله يمكن الله انا هيك شوي بس فرحتي من جوا ما بعطيها لحدا خصوصي مثل ما قلت لكم انا سويتها قدام اول معمل اشتغلنا فيه بتركيا فكانت انه تحس انه انجزت فتره قصيره فالحمد لله رب العالمين بحمد رب العالمين كله بفضل رب العالمين وبفضلكم. المهم يا جماعه خيلته ما يسد الطاوله بس لا اقتنع بالاخير وجيته الرخصة صدق على بعد شغله بيعكس العصير يلا روح لحالك اول لا ما في دقدشنا لحالك او شيلوا لحالك خليني يلا روح خلوا لحاله يلا روح تعال طول لي بالك توكل هذا من فضل ربي فينا نقول هيك الحمد لله رب العالمين خليه يجي بس اجي مصور لكم مبروك يا كبير صباح الخير يا حلو صباح النور احلى هديه مع احلى صباح مع احلى ابو حميد اس اكس ماكس مسو كب لي هذاك جهازك ايش الاحلام اليوم قال حلم احلى من الثاني وربي اليوم مالي قايم من فرشه طويل بسم الله
بشوفه ناجح نجاحه غامض بنجاحه، هاد كم واحد ضاغط عنده طريقة مو بالموسيقى نجاحه فعلي هي الحقيقة.